السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا من كل مكان، أهلا بكم جميعا بالقناة. أول الفحوصات اللي بيتم إجراؤها عند الرجال لإيضاح حالات العقم عند الأزواج أو عند الأزواج الذين يجدون صعوبة في الحمل هو تحليل السائل المنوي. فتعالوا مع بعض من خلال هذا الفيديو نتعرف على الفئة المعرضة للخطر وما هو تفسير نتائج التحليل، فخليكم معنا. ولو أول مرة تشوفونا شرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. عامة ليس هناك فئة معينة معرضة للخطر في تحليل السائل المنوي، ولكن هناك بعض الأمراض بتكون ذات صلة تؤدي إلى إلحاق الضرر بتحليل السائل المنوي أو إنتاج خلايا السائل المنوي، مثلا التهابات الخصية أو دوالي الخصية، أو مثلا تعرض الشخص ده أو الخصية بتاعته لعلاج كيميائي أو إشعاعي، أو بسبب الأمراض المعدية التي تصيب الخصية مثل النكاف، أو بسبب خلل هرموني في الجسم. كده عرفنا أهم الأمراض اللي هي ممكن تسبب خلل بتحليل السائل المنوي. بنحلل النتائج إزاي؟ أول حاجة بنشوفها ونطمن عليها هو حجم العينة. لازم يكون حجم العينة عندك في المعدل الطبيعي، والمعدلات الطبيعية الحديثة اللي هي بتكون من 2 إلى 6 ملي، تمام؟ ممكن يكون العقم هنا ناتج من صغر حجم العينة، وحجم العينة أو صغر حجم العينة ممكن يكون نتيجة لحدوث التهاب أو دوالي في الخصية. بعد كده بنشوف زمن التميع. زمن التميع هنا لازم يكون في المعدل الطبيعي، وده الزمن الذي يلزم لعينة السائل المنوي لتصبح أقل لزوجة، والزمن السليم هو من 20 إلى 40 دقيقة بعد إعطاء العينة للمعمل، تمام؟ قد تؤدي الإصابة بعدوى في الخصية إلى إطالة زمن التميع، وبالتالي بيكون عندك لزوجة أكثر من اللازم. من بنشوف عدد الحيوانات المنوية في الملي الواحد وعدد الحيوانات المنوية في العينة ككل. العدد يكون سليم في حدود أكثر من 40 مليون خلية في العينة كلها، أو ممكن يكون في الملي الواحد أكبر من 15 مليون، يعني هنا المعدل الطبيعي بيكون أكبر من 20 مليون، ده حسب التوصيات القديمة، أما حسب التوصيات الحديثة بيكون أكبر من 15 مليون، تمام؟ في العينة كلها بناخد العدد الموجود في الملي الواحد ونضربه في حجم العينة بيدينا عدد الحيوانات المنوية في العينة ككل، ولازم يكون أكبر هنا من 50 مليون، وحسب التوصيات الحديثة أكبر من 40 مليون في العينة كل. ويمكن لعدد الحيوانات المنوية المنخفض أن يشير إلى وجود مشكلة في الإنتاج، مثل مشكلة هرمونية، يعني مشكلة تتعلق بالهرمونات، أو نتيجة لعدوى أو التهاب أو إصابة كيميائية في الخصية. ولا يعني العدد القليل المنوي المنخفض عدم قدرة الرجل على الإنجاب، إنما يمكن أن يفسر الصعوبة في الإنجاب، يعني ممكن نعمل حقن مجهري بالأعداد القليلة دي ويحدث حمل بإذن الله. بس هو المشكلة إنه الحمل الطبيعي بيبقى فيه مشكلة، ولكن باستخدام الوسائل المساعدة بيحدث الحمل ويتم الإنجاب. بنبص على الأبنورمال اللي هو الشكل الطبيعي والشكل الغير طبيعي. المعدل الطبيعي إنه يكون عندك 25% فقط من الحيوانات المنوية اللي هو بيكون شكلها طبيعي، وحسب التوصيات الجديدة ممكن 4% فقط يعني طبيعي يحدث حمل بالشكل ده، تمام؟ عشان احنا قلنا بنستخدم وسائل مساعدة، يعني لو عندك 4% فقط طبيعي ممكن ناخد منهم السليم ده ونعمل حقن مجهري ويحدث حدوث الحمل، تمام؟ الشكل الغير سليم بيمنع دخول الخلية المنوية إلى داخل البويضة، وده بيكون بسبب مشكلات عديدة في الحيوان المنوي، مثلا عقب إصابة كيميائية للخلايا المنوية، فبالتالي هيطلع حيوانات منوية زيادة شكل مشوه أو عدوى أو التهابات في الخصية. بعد كده بنبص على الحركة الموجودة عندنا للسائل المنوي. الحركة تكون سليمة عندما يكون مجموع الحركة A زائد B يساوي 50%، أو A وحدها فقط تساوي 25% فما فوق، تمام؟ بعد كده بنرجع تاني لفوق ونشوف الحموضة بتاعت السائل المنوي. لازم تكون قلوي. الحموضة البي اتش اللي هي الألكالين أو الوسط القلوي ده بيخلي الحيوانات المنوية تتحرك وتكون في حالة نشاط، أما إذا كانت درجة الحموضة منخفضة
بشكل مفرط فإن ذلك يؤدي إلى موت الحيوانات المنوية أو التسبب بخلل في حركتها. يعني إذا كان الوسط حمضي فهنا الحيوانات المنوية عندك هتموت لأنها لا تعيش في الوسط الحمضي وتعيش وتتحرك في الوسط القلوي فقط اللي هو بيكون عندك ما بين 7.2 إلى 8. آخر حاجة موجودة معنا في التحليل ولازم نركز عليها كويس اللي هي كرات الدم البيضاء اللي هي بصل اللي هي الصديد، خلايا الدم البيضاء اللي هي الصديد يكون سليما في حالة عدم وجود خلايا دم بيضاء أو مسببات عدوى في العينة على الإطلاق. يشير ظهور خلايا الدم البيضاء أو مسببات العدوى اللي هي كرات الدم البيضاء أيضا إلى وجود التهاب أو عدوى بالخصية، فلازم يكون التحليل بتاعك مفهوش كرات دم بيضاء أكتر من اللازم اللي هو بيكون المعدل الطبيعي بتاعها من 3 إلى 5. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.